وده بقى أجمل فطير مشلتت. طب يا جماعة قلنا قبل ما الجلاش بقى يتعمل صراحة، عشان النهاردة السبت، فأنا قلت أعمل كام حاجة بالمرة. أنا نفسي رايحة للفطير صراحة، بس هعمل الفطير الكبير بقى المشلتت اللي هسويه في يعني مش مشلتت بس على قد يعني، مش زي طبعا اللي طنط أم سلوى بتعمله. هعمله وهسويه في الفرن، أوكي؟ فأنا بستخدم الدقيق ده، ده دقيق المخبوزات، بحط دقيق أسمر على دقيق أبيض، يعني ده هول ميل فلاور مع بلين فلاور ميكس، أوكي؟ هحط 6 كابس، 6، وهشوف ده هياخد يعني هيعمل لي كام فطيرة كبيرة. هيعمل لي تقريبا 2 يعني، مش كبار قوي. 3، 4، 5، 6، وعشان الكوباية ما كانتش مليانة شوية بس كده خلاص. هحط عليه معلقة سكر ومعلقة ملح صغيرة والمية. هحط معلقة سكر كبيرة خلاص، والملح هحط يعني ملح بس كده ملح، اوكي، وبس وخلاص. الفلاور سوري الفطير ما هو الا ملح وميه، ملح وميه ودقيق. وهناخد الكوبايه نجيب ميه، وعادي خالص ميه من الحنفيه ولا غير ولا بتاع. ادي كوبايه ميه، ونعمل بقى مع بعض ونشوف هياخد قد ايه. حط كمان، لا خليكي شغاله عشان تشوفي اللي عايزينه. وادي كمان كوبايه، حطيت انا كوبايتين ميه وهسيبها تلف. بص دي كوبايه تالته، مش هحطها كلها، حط حبه حبه. كده حطينا 3 كوبايات من دول، 6 دقيق 6 دقيق فلاور و3 من دول. هنشوف بوز يا شيخ. Getting together. زي ما انتم شايفين العجينة كده، احنا حطينا ايه؟ 3 كوبايات مية، 3 كوبايات دقيق، حط كمان حبة نص. لازم تتعجن كويس جدا، انا ما بقدرش اعجن بايدي طبعا، تعب على الفاضي المكنه دي، لكن عادي لو انت تقدري تعمليها على ايدك تعمليها. عاوز يا شوشو خلاص طه؟ هي العجينه ايه؟ هي بتبقى كده يعني، تبقى ايه؟ لمت من ال، هاتي هنا يا شوشو، هاتي هنا، لمت الطبق كده، الطبق نظيف اهو زي ما انتم شايفين، بس لسه ايه؟ يعني ممكن تلزق شويه في ايدك كده، هي كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيبها هنا بتتعجن تقريبا 10 minutes يعني، لازم تتعجن كويس خلاص. بعد كده هون هجيبها واروح لفها كده، ممكن صورينه خلاص، وهسيبها ترتاح يعني نص ساعة، بعدين نقطعها ونسيبها ترتاح تاني ان شاء الله. بس هجيب الزيت، ارش حبة زيت تحتها، حبة زيت عليها عشان ما تنشفش اهي. خلاص كده هروح جايبه هنا الزيت، وخلي بالكوا الميه على حسب كل نوع دقيق. انا يمكن عشان مستخدمه ميكس دقيق ما بين ال الوايت فلاور والهول ميل، فطلبت كده خلاص اهي. هي ما فيهاش خميرة بس لازم ترتاح عشان تشتغل معايا كويس. هسيبها بقى هنا ترتاح بس خلاص. ادي العجينة اهي ارتاحت خلاص. هبدأ انا اخدها كور كده and make it as a ball ونلفها كده not like a ball like twisted at the bottom yeah. okay. and then احطها هنا don't squish it down. وبرده هسيبها ترتاح كمان نص ساعة. اهم حاجة في الفطير ايه يا فريدة؟
ان هو يرتاح نص ساعة، يرتاح في كل حاجة، يرتاح لازم يرتاح. The most important thing that the dough has to be rest. Oh my god, my tummy is grumbling. اه لازم يعمل rest. خلاص this is after half an hour. بعدين هنسيب دي كمان half an hour، نص ساعة كمان. Should she stand three? She might put one on that corner. I don't know if you can. خلاص بوز. That's how it looks when it's done. Yeah. هنسيبها ايه to rest another half an hour. خلاص هنريحها كمان نص ساعة، دي فوطة نظيفة طبعا. خلاص وهنسيبها تريح. يلا خلاص يا فريدة. عملت كمان واحدة، دول 12 كورة، أنا هعمل كل ستة، دول هنا أدي 2 3 4 5 6 والباقيين دول هعملهم في واحدة. هاخد دي برضو هنا أهي، هفردها شوية كده وأقوم شايلاها حطاها هنا وأقفل عليها وهكذا، هقعد أعمل واحدة جوه واحدة جوه واحدة، حطها هنا وهمسك لسه اللي عندي هم دول بتوعهم، هنحط هنفرد دي واحطهم جواها وهكذا. هفرد دي اخر واحدة بقى عشان نوريكم. اهم حاجة هي المادة الدهنية اللي بتساعد على الايه، على الفتح اهي، شايفين بايدك عادي خالص، هاتي كده عشان الضوء يبان عادي، لما تتقطع هو كله هيمسك في بعض. قدر الامكان اهو باخد كده اوكي وهقفل. واحطها خلاص يا غالي. هاتي خليكي على الفكرة دي، هنجيب صينية. هلا بتفرج على مفيش دعوة. خلاص وبعدين اللي عايز يعمل ويتعلم من غير عربي وانجليزي هيعمل. خلاص هدهن الصينية اهي اهي، ودي اللي هي أول واحدة، دول كانوا 6 بولز توجذر. اوكي هحطها هنا أنا كيب تريست. خلاص بعدين هبدأ الأنذر 6. فيرست وان اهي وهروح عامله كده واسيبها وابدا دي واوريكم بقى في الاخر ابدا ان شاء الله وشويه وخلاص يا غالي. ادي الفطيره الاولانيه ارتاحت الاول، هنفردها بقى كل ما تقعد كل ما ترتاح. حسب عايزه تفرديها تبقى ارفع من كده تجيبي صينيه ايه اصغر اكبر سوري، لو عايزاها تبقى ارفع من كده دي انا شايفاها حجمها كويس. تمام ده هتبقى سنيكه، هروح جايبه بس على وشها طبعا مولعه الفرن. هنجيب اللي هي ال this one الثيك كريم دي، هاخد معلقه صغيره وهحط حته كده حته كده حته كده وحته كده خلاص، وبايدي بس نعملها ايدينا. كده اللي هدخلها الفرن الاول، ادي برضو ممكن ادوس شويه كده عليها عشان انا عايز اوصلها كلها للحواف. اهو
دي التانية خلاص، حطيت بقية الزبدة اللي فضلت وهسيبها ترتاح. انا هدخل دي الاول هحطها تحت عليها غلي. خلاص هخلي اللي هو على البيك اللي هو فوق وتحت، بس هزود الحرارة شوية ماشي، واحطها تحت شوية الاول، تحت تحت. اتحركت ليه؟ ايوه احطها تحت وبعد كده هطلعها فوق. بس ادي التانية اهي عملناها وردناها فتحت كويس، ادخلها بقى تحت وطلعت التانية فوق. دي اللي كانت تحت طلعتها فوق، شايفين عملت ازاي؟ ودي التانية حطيتها تحت. يا جماعة هنا اهو، انا بس بوريكم انا هنا نزلت درجة حرارة الفرن، لان حسيت ان الفطيرة بدأت ايه تتحروق من فوق شوية، وعشان اتاكد ان هي من تحت اتحمرت، اذا ما اتحمرتش من تحت بحطها على البوتاجاز تاني. انا الفطير ده عاملاه بلين فلاور مع الهول ميل فلاور، عامله انا الفطير ده بالبلين فلاور مع الهول ميل ميكس، عشان كده الفطيره لونها مختلف شويه. اوكي وانا هنا برضو عشان اعرفكم القعر بتاعها يتحمر بسرعه، بس حطيتها كده وقعدت الفها، بقى القعر بتاعها متحمر وزي الفل. بس عشان اقول لكم برضو ايه، ان هي استوت خلاص، بس كل بعمل ما بشوف اللي من تحت مش متحمر، فعملته كده على النار خلاص دي استوت اهي. اوريكم بقى هنعمل ايه. عندي ست الفطيره انتوا شايفين اهي، لو انت عايزاها تبقى ناشفه ومقرمشه كده اوكي، فانا بقى بعمل ايه هوريكم. عيد الفطيره يا ست الكل اهو، لو انت عايزاها تفضل مقرمشه وكده اهو شايفين. انا بعمل ايه بقى عشان اخليها تبقى طريه؟ باخد حبه ميه وهي لسه سخنه كده، واروح مغطياها بغطا عشان البخار ياخد منها ويطريها ماشي. التانية بقى بتستوي، جميلة جميلة جميلة، وطبعا هوريكم طعمها من جوه. ادي قطعناها بالمقص زي ما انتم شايفين، تعالي يا حسين نوريهم هنا شكلها عامل ازاي، شايفين اهي واهي، شايفين الرقاب، اخر حلاوة واخر جمال. ناكل بيها مش ناكل بيها يعني تشيز، ناكلها مع العسل هاني مع شوجا وتبقى حسين بياكلها مع الناتيلا ماشي برضو. انا هاكلها النهارده مع المش بقى بالجبنه بالطماطم بالزيت الزيتون، جميل جدا. دي تقطعيها، نقطعها عشان طبعا دي يعني ان شاء الله هنتعشى بيها، نقطعها كده بالمقص كل حاجه بالمقص. ثانيه في الفرن اوكي. I'm having the biggest one. That one right there. That's so big. No, can I have mama two? Or I have that big one. سخن خالص. ممكن بقى الكور الصغيرة اللي احنا عملناها دي تعملي كل كورة فطيرة. تعمل لك يعني كل كورة تعمل، بس هتطلع برضه فطيرة ايه رفيعة بقى. اهي وانا بصوا قعراها اهو لما سويته على البوتاجاز. الله تبان بقى يا قرابي يا حسين يا عشان قابل. انت بتصور، انت بتعملي كأن حاسك انت بتصور فيلم سينمائي. ايه رايك؟ قول حطي دي بعيد، يلا وقفي يا عم هجيبه لك. ده ادي التانية يا جماعه اهي، بس عايزه افرجكم التانيه من تحت عامله ازاي. تعالى يا حسين صورني دي وانا بس بوريهم من تحت عامله ازاي. معلش امسك الفيديو، تعالى من هنا كده، ما تخليش الظل اللي هو الظل ده يجي، بس عايزه افرجهم من تحت عامله ازاي. من تحت لسه يا حسين، هات من تحت متحمره. Is it golden؟ شايفنا؟ باينه؟ خلاص خلوا الفرن بتاعكم لو عالي خلوه على 180 زي ما انا عامله اوكي، اما لو كان مش عالي 200 وهو بيك تحت وفوق. حسين حط عليها سكر ايه بودر وهياكلها. هات المش هنا. طب يا جماعه ده حبه مش كده على مقصهم،
حطيت عليه حبة طحينة وطماطم، وده الفطير بقى اهي. اوكي هفتح كده عشان اوريكم بقى احنا بناكل ايه مش بالفطير. اهو ما تجيبش بقى، ها انا هدوقها اهو. جميل جميل جدا.